إعادة تسجيل مركبة آلية في بلد أوروبي آخر تشكل همًا غالبًا ما يتحول إلى كابوس بسبب المعاملات المتعددة والمكلفة المتوجبة على مالكي السيارات. المراقبة الميكانيكية لن تتكرر في كل مرة تدخل فيها سيارة إلى بلد أوروبي، والتشريع الجديد يفرض على الإدارات العامة في كل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي أن تتبادل المعلومات التقنية عن السيارات فتوفر الوقت والمال على مالكيها. التشريع المقترح يعالج مسائل تسجيل المركبات الآلية للعاملين بصورة دائمة خارج بلدهم الأم، وسينطبق التشريع الجديد على شركات تأجير السيارات من أجل حرية انتقال سياراتها المؤجرة خاصة في فصل الصيف. توفير بعض المصاريف سيعود حتما بالنفع على المستهلك لأن الأسعار ستنخفض بانخفاض الكلفة، يقول فينيكس ديديه مدير شركة لتأجير السيارات. التشريع الجديد لا يلحظ تسجيل سيارات العاملين بصورة مؤقتة خارج بلدهم الأوروبي. تقول أودري تيلف من يورو نيوز أن أوروبا ليست مستعدة بعد للإقلاع بمفاوضات التسجيل الأوروبي الموحد للسيارات.